السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشوفو واحد حلوة ديال الكنافة. هذه كنت صورتها قبل رمضان ومني شافوها بزاف ديال السيدات في واحد الفيديو في طاولة رمضانية طلبوا مني الوصفة. هاد الوصفة يمكن تمشي مع حلويات العيد لانها وصفة اللي كتحضر في اخر لحظة لدرجة السهولة ديالها، كتجي بنينه ومقرمشه بزاف. فبقاو معايا وتبعوا الفيديو الاخر، ندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو بسم الله. الجميل في هذه الوصفه هذه انكم يمكن لكم ديروها باي حشوه بغيتوا، سواء اللوز، سواء يعني الكاوكاو، العقده ديال التمر، اي حاجه يمكن لكم ديروها في هذا. هنايا عندي رابعه ديال اللوز وعندي شويه ديال البيستاش. البيستاش هو اختيار، يعني راه قلت لكم الحشوه ديال اللي بغيتو. هنا عندي تقريبا واحد نقولوا 200 غرام ديال البيستاش، وبالنسبه للوز عندي رابعه ديال اللوز. اللوز كنسلقوه وكنخليوه ليله كامله ينشف باش كيعطينا واحد العقده اللي كتكون معلكه وزوينه. ضروري ينشف واحد المنديل ليله كامله. من بعد ما كينشف اللوز، هنا جميع الحلويات اللي كتكون يعني فيها العسل، ملي كنطحنوا اللوز ما كنطحنوش معاه كميه كثيره ديال السكر، غير واحد تقريبا جوج ديال المعالق السكر غير باش كتعلك لينا داك اللوز. انا طحنت اللوز كامل ومن بعد غدا نعاود نطحنوا الطحنه الثانيه باش يعطينا عقده. في الطحنه الثانيه هنا غادي ندير تقريبا رابعه ديال اللوز، غادي ندير معاه معلقه كبيره عامره مزيان ديال مربى المشماش اولا الكونفيتور ديال المشماش، وغادا نعاود نطحن اللوز المره الثانيه باش كيعطينا ديك العقده اللي كتكون خاطره وجامعه راسها. هي اللوز ما كنبقاوش عاوتاني كنطحنوا فيه اكثر من القياس باش ما يطلقش لينا الزيت ديالو. ملي كنحصلوا على قوام فحال هكا، هذا هو احسن قوام ديال العقده، وضروري باش تنجح لكم خاص اللوز يكون ناشف مزيان مزيان مزيان. وهنا راه يمكن لكم يعني هاد العقده تشكلوا بها اللي بغيتوا جميع انواع الحلويات ديال اللوز بهذه الطريقه هذه. هنا من بعد ما طحنت اللوز غادي نطحن هاد شويه ديال البيستاش اللي قلت لكم انه اختياري. يمكن لكم يعني ديروا غير عقده ديال اللوز، يمكن لكم ديروا نص عقده ديال اللوز والنص الاخر مثلا تقليوه وطحنوه وتخلطوه مع العقده حتى هي كتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي نبدا كنجمع هاد العقده هذه. انا درت شويه البيستاش فقط لانه كان عندي في الدار وباش نحصل على داك اللون البيستاش خضر، داكشي علاش ضفته. ملي كنطحنوا البيستاش ما كنديروش معاه السكر، يعني هو ملي غنطحنوه ما غاديش. هنا المهم حيت واحد جوج معالقات تفكرت انني غادي نديرهم تزيين. فاش كنطحنوا البيستاش راه ما كيجيش معلك بحال اللوز، كيبقى واحد شويه بحال فيه واحد الحبيبات صغيورين ان ما كنديروش معاه السكر. كنضيف شويه ديال المسكه حره غير باش كتعطينا داك الذوق زوين وكتعلك لنا العقده. غادي نضيف تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الزبده الذايبه. يمكن لكم ديروا شويه ديال القرفه الا بغيتوا، انا هنا ما بغيتش ندير القرفه. غادي نخلط، مهم في الاول غادي حتى كنجمع هاد العقده مزيان، وعاد غادي نشوف شحال خصني ديال المزهر نضيف. انا بقيت كنجمع هنا ديك العقده كندلكها مزيان، ومن بعد تقريبا انا ضفت جوج معالق كبار ديال المزهر حتى كنحصل على واحد عجينه او عقده اللي كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون معلكه مزيان ما كتكونش طالقه الزيت نهائيا، وما كتكونش ملي كنكوروها ما كتفرتتش اولا ما كتحلش. هذا هو القوام يعني اللي كيكون زوين وناجح بهذه الطريقه هذه. صافي انا غادي نجمعها وغادي ندوزو باش غادي نشكلو اولا غادي نصيبو الكنافه. بالنسبه للكنافه انا قطعتها
كنقطعها بالمقص على هاد ماشي صغيره بزاف، تقريبا واحد 4 5 ديال السنتيم، وكنقطع هي رابعه ديال اللوز مع شويه ديال البيستاش اولا اللوز بوحده، راه كتعطيك كميه كثيره. صافي كنبقاو كنحلو في ديك الكنافه بالنسبه للبنات اللي يعني عايشين في كندا وبغاو يعرفوا نوعيه الكنافه اللي كندير. راه تقاسمت معكم في الفيديو ديال البسطيله، وريتكم لومبالاج ديال الكنافه اللي كنستعمل. صافي غادي نبقاو كنحلو فيها مزيان مزيان، تنتاكدوا ان حلينا كاع دوك الشعيرات، وكنرشوا بشويه ديال الزبده، تنتاكدوا مزيان اننا يعني دوك الشعيرات كلهم ديال الكنافه دهنوا بالزبده، ماشي كنكثروا وكنبقاو كنخويو الزبده، غير كنرشوا شويه. وكان المهم هي كتخدموها مزيان وكتحلوها مزيان. هنا عندي هاد اللاطه اللي غادي يعني غادي نشكل فيها ديال الكاب كيك، ولكن دوك الجويبات ديالها صغيورين. غادي ناخذ كويره ديال العقده، وكناخذ شويه ديال الكنافه، وكندير ديك الكويره وسط ديك الشعيرات ديال الكنافه، وكن بحال كنسد عليها بهذه الطريقه هذه. ما تكتروش الكنافه بزاف، غير داك الجهد اللي غيغطي لينا العقده ما تبقاش تبان، فقط كنبقاو كندورو عليها فحال هكا، وكنغطيو دوك البلايصات اللي كيبانوا لينا انهم خاويين، اولا العقده مثلا كتبان من الجناب. صافي كناخذوها وكنحطوها في داك الجويب، وكنضغطو مزيان مزيان. ملي كنضغطو راه هي كتاخذ لينا الشكل ديال داك الجويب. صافي كنبقاو دوك الشعيرات اللي خارجين كنجيبوهم الوسط وكنوركو، ولا بقات لينا شي حاجه خارجه من الجناب راه حنا يعني كنقطعوها. هنا باش تجيكم العمليه سهله، انا هذيك الاولى غير وريتكم كيفاش كنديروا ليها. كنشكلوا الكويرات كاملين ديال العقده اللي عندنا هنا. انا راه الكميه اللي وريتكم في الفيديو راه ماشي ديال هذه العقده، راه خرجت يعني كميه كثيره بزاف. كنبقى كنديروا الكويرات هما الاولين باش تجينا يعني كلهم قادين ونعرفوا نفس الحجم اللي درنا، وعاد كنبداو كناخذوهم. كناخذوا شويه ديال الكنافه فحال هكا، كنديروا في هذيك الكويره وكنسدوا عليها بهذا الشكل هذا. كنحاولوا اننا نغطيو كاع الجنيبات. وكنحطوا وكنضغطوا عليها مزيان، نضغطوا مزيان مزيان باش كتاخذ لينا الشكل. دوك الخويطات اللي كيبقاو في الجناب حنا راه كنديروا يدنا عاد كنقطعوهم، حتى كتتوركوا عليها بيدكم باش ما يطلعش الخويطات الاخرين يطلعوا وتخسر ليكم. صافي انا كنستمر حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي. كنسخن الفران على 180 درجه، كنحطها لاطه في الوسط وكنخليها كتحمر، على خاطرها ما كتاخذش وقت تقريبا واحد 20 دقيقه. انا كندير المروحه باش كتحمر ليا كامله من الجناب كاملين من الفوق ومن التحت، 20 دقيقه فقط كتكون كافيه حتى كتحمر كامله، وكنخرجها من الفرن. ملي كنخرجوها من الفرن كتكون باقا سخونه ساخنه جدا، كنجيب العسل وكنسقيها مزيان. العسل ما كنسخنو ما حتى شي حاجه، لان الكنافه كتكون عندنا سخونه، فقط كنعصروا عليها داك العسل وهو غادي يذوب. يعني كنحاولوا انا نديروا كميه شويه لا باس بها ديال العسل، باش يلاه ماشي غير يعني ماشي غير كنفزقوها من الفوق. انا المره الاولى درت العسل وخليتها حتى شربت شويه، وعاد زدت عاوتاني شويه ديال العسل من الفوق، لان داك العسل خصو يهبط لينا حتى يهبط لتحت، فضروري تكون سخونه باش دغيا يذوب ويهبط لتحت. فيمكن لكم
تحيدوها تقلعوها بالسكين من الجناب وتهزوها، او لا ديروا بحال هالطريقه اللي درت انا، تجيبوا شي بلاطو او لا شي لاطه وتقلبوا فيها. بصراحه هذه الطريقه السهله، غير هي يعني حاولوا غير بشويه باش ما تهرش لكم، يا راه ما كتكونش نهائيا لاصقه لانها مدهونه الكنافه دهنينها بالزبده، ما كتلصقش نهائيا. صافي كتكون هذه هي النتيجه. كيف شفتوا معايا في الفيديو ساهله بزاف بزاف، تقدر تكون يعني من الحلويات العيد اللي يمكن لكم تحطوها في الطبيله ديالكم، وكتجي شي حاجه راقيه وزوينه وكذلك مختلفه، ساهله مهله، والمذاق ديالها كيجمع ما بين التعليكه الوسط والقرمشه من على برا. يمكن لكم يعني تزينوها باش ما بغيتوا، انا زينت هنا بشويه ديال البيستاش من الفوق. شوفوا معايا كيفاش كتجي معلكه من الداخل، ومن برا كتجي مقرمشه غزاله. يمكن لكم تحتفظوا بها في المجمد، يعني ديروها في بواطات وديروها في المجمد، غير هي ما تزينوهاش بالبيستاش باش ما يترونش لكم، حتى تبغيو تقدموها وزينوها. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي والفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ديالكم، تخليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات اسفل الفيديو. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.